عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الحاج محمد نجيب اسكندرية. كنا بنتكلم عن مجموعة من الأمراض اللي بتنتشر في بلادنا بخصوص أسماك الزينة، وربما كتير مننا ما بينتبه لهاش بالنسبة لسمك الأكل. في الحقيقة مجموعة الأمراض دي بتأثر على أسماك الزينة وأسماك الأكل، علشان كده إذا لقيت أي ظواهر على سمكة الأكل سواء التهاب بكتيري أو التهاب طفيلي، أنا بنصحكم إن أنتوا قبل ما تشتري السمكة من السوق افحصها، فإذا لقيت عليها أي آثار لبقع دموية أو تآكل فيه الزعانف أو فطر أبيض منتشر عليها، معنى كده إن أنت ممنوع تلمس السمكة. من الأمراض اللي بدأت تواجهنا نتيجة خلل كبير حصل في مزارع كفر الشيخ، وفيها ناس كتير بتربي سمك، في منهم اللي بيعتني بجودة المياه، وفي منهم اللي مصدر المياه بتاعه سيء جدا وبيحاول إن هو يقاوم الظروف المحيطة، لكن طبعا الأمراض أقوى من الإنسان بكتير. من الأمراض المنتشرة نتيجة الأسماك بتاعة محافظة كفر الشيخ دودة الأنشور وورم أو الدودة السهمية. الدودة دي عبارة عن أكنها مقدمة سهم زائد السهم. أنتوا عارفين السهم بيبقى شكله إيه، الحتة المقدمة دي، ويبقى ليه اكن كده حتتين طرفين كده طالعين من مقدمة السهم عشان لما تخش في الانسان ما تطلعش. الدودة السهمية دي سبحان الله انتشرت كتير جدا في محافظة كفر الشيخ، نبهنا كتيرة كتير جدا عليها ولادنا اللي بيربوا في محافظة كفر الشيخ، لكن يظهر ان كل النداءات دي راحت سدى، المرض بدأ ينتشر ويستفحل. علشان تعرف الدودة دي لازم وانت بتشتري السمكة سواء اشتريتها من سوق الجمعة في القاهرة او سوق الجمعة في اسكندرية او من اي محل تاني ممكن يكون بيتعامل مع محافظة كفر الشيخ، عليك ان انت مش هتفحص السمكة اللي انت حبيتها بس واللي انت عاوز تشتريها، لا، انت هتفحص كل السمك اللي في الحوض، تمام؟ هتبص لكل السمك اللي في الحوض. طيب هل الدودة دي ليها مكان معين هي بتختاره على جسم السمكة؟ بالفعل هتلاقيها تحت الزعنفة الظهرية اللي موجودة على الظهر، زي ما تكون هي ربنا سبحانه وتعالى علمها ان هي تستهدف مركز للتغذية او مركز عصبي يشل حركة السمكة، فهي تقدر تستفيد من النقطة دي بالذات. نلاحظ انتشار الدودة دي على منطقة الظهر بالذات تحت الزعنفة الظهرية، وقد تكون ملامسة لمنطقة الفاصل ما بين الظهر والزعنفة الظهرية. تاني حاجة المنطقة اللي هي الزعنفتين بتوع المقدمة اللي السمكة بتسبح فيهم بتكون على تحت الباط بتاعها او تحت الزعنفة الظهرية اللي في المقدمة اللي هي الامامية دي، تكون في واحدة يمين واحدة شمال، هتلاقيهم تحت واحدة منهم. يبقى انا لما اجي اشتري سمكة علشان ما اجيبش كارثة للحوض بتاعي، مش ابص للسمكة المستهدفة او اللي انا عاوزها، فاذا عجبتني اخدها اوكي، دي اول نقطة. تاني نقطة هفحص السمكة اللي أنا عاوزها دي، هل المنطقة أي منطقة الظهرية عليها هذه الدودة، المنطقة الأمامية، افحص جسمها كله، إذا لقيت عليها دودة طولها تقريبا حوالي سنتي، من نص سنتي لسنتي، وقد تكون أصغر من كده في المراحل الأولية من النمو، وأفحص مجموعة الأسماك اللي موجودة في الحوض. فإذا لقيت ان في واحدة بس عليها دودة، عليا ان انا ارشد صاحب المكان وان هو يكتب عليها ممنوع البيع او مباع، لان ده هيتسبب في نشر هذا المرض لاحواض كثيرة جدا.
بكل صراحة أنا ممكن إن أنا آخد سمك من واحد يجي يقول لي خد الكاسر أو كذا أو كذا، فأنا عشان أنقذه طيب أوكي، بدل ما نموت السمك حرام إحنا نترأف بيه بعد ما يمشي ألاقي إن سمكة مصابة بدودة من هذه الديدان، ما فيهاش حرج أبدا إن أنا أنصح صاحب المكان عشان أمنع مشكلة كبيرة. عاوز أقول إن الدودة دي ليها علاج خاص بيها، ولكن ليه إن أنا أعرض نفسي للمشكلة دي؟ جربنا على فكرة منجنات البوتاسيوم نتيجة النجاح منخفضة جدا، هي ليها أدوية تخصصية بس ثمن الدواء قد 100 ضعف ثمن السمكة. فأنا البعض كان بينصح إن أنت تجيب ملقاط صغير من منطقة الالتصاق بتقص جسم الدودة، ما تحاولش تشدها جامد لأن معظم اللي شدوها جامد بملقاط تسبب عليه موت السمكة، لأن احنا كما قلنا إن الدودة دي بتستهدف مناطق حسية وعصبية وربما كانت خاصة بالتغذية مؤثرة جدا بالنسبة للسمكة، فإحنا بنقصها من عند منطقة الالتصاق وما بنحاولش نشدها، لأن أنا قلت لك هي عاملة زي بوز السهم والحتتين اللي مع السهم اللي لما تخش تيجي تطلع ما تقدرش تطلع، فأنت هتعمل تمزق لجسم السمكة في منطقة خطيرة. ربنا سبحانه وتعالى علم الدودة دي إن هي تختارها في المنطقة خطرة، بكرر المنطقة خطرة. طيب بنقص الدودة عشان نتخلص من الجسم بتاعها وإذا كان فيها بويضات أو كده، وممكن تعقم بالبيتادين أو أي مادة معقمة. هل هو ده العلاج؟ بينجح بنسبة 50%. الدودة ليها علاج كيماوي لا أنصح أبدا إن إحنا نستخدمه، مش هقول على الاسم بتاعه، لكن هو موجود فعلا عندي لو حد عنده إصابات في مزارع أو كده، الدواء ده موجود عندي بكميات كبيرة. بقول ليه ما نستخدموش؟ علشان تأثيره السمي على البكتيريا وعلى عناصر كتيرة موجودة في المية. سبحان الله العظيم، يعني الوقاية خير من العلاج فعلا. لما انت تلاقي مشكلة وتحاول ان انت تحلها من البداية، طب ما انت كده بمجرد ان انت بصيت لحوض السمك اللي انت بتشتري منه ولقيت فيه مشكلة، خلاص انت كده جنبت نفسك مشكلة كبيرة جدا تتنقل لحوضك. كنا بنشير للعظمة الإلهية بالنسبة للجينوم بتاع السمك الدودة دي، لأن ربنا علمها إزاي تستهدف منطقتين محددتين في السمكة وما تلزقش في أي حتة إلا إذا كان فيها جزء حيوي يخصها يخص السمكة المصابة. قلنا على طريقة الوقاية خير من العلاج، قلنا على طريقة القص وطريقة العلاج. اوعى تشد الدودة دي لان انت بتمزق الجهاز العصبي بتاع السمكة وانت بتشد الدودة دي، لازم يكون بعقل. حاول ان انت ما تخليش السمكة المصابة جوه الحوض اول اسبوع من العلاج، حطها في حضانة لأن نسبة 50% بيموت، ولو دي كمان ماتت ممكن ترفع لك الأمونيا، خصوصا إذا هي اختفت تحت عنصر من عناصر الديكور أو خلافه. بالطريقة دي بنشيل مشاكل الدودة السهمية، وأرجو من الله إن أنتم تنتبهوا ليها خصوصا في الأسواق الكبيرة زي سوق الجمعة في القاهرة وفي اسكندرية، والشاطر بقى من المنتجين هو اللي يعالج سمكته ويمنع انتشار الدودة دي في مزرعته، وبالتالي تتحول منطقة كفر الشيخ لمنطقة جذب وليس منطقة استبعاد للأسماك بتاعتها. في النهاية يكون في فئة متميزة هي اللي هتفوز في منطقة محافظة كفر الشيخ، وهي اللي هتفرض نفسها سواء من ناحية صحة السمكة أو التنوع والندرة. ربنا يوفقكم كلكم. كان معاكم الحاج محمد نجيب، اسكندرية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.